عندما يذهب المريض إلى صيدلية لشراء دواء فإن آخر ما يخطر بباله هو التساؤل إن كان الموظف هناك صيدليا أم لا. فالثقة هي أساس التعامل، والمفترض هو أن تلتزم الصيدليات كافة بالقوانين المتعلقة بالتراخيص حرصا على سلامة وصحة المواطنين. في القرية التي أسكن فيها هناك صيدلية تداوم فيها امرأة واحدة كثيرا من الوقت، هي التي تصرف الدواء وتناقش الأمور الطبية مع الزبائن. أهل القرية هناك يعرفون أنها ليست صيدلانية وأنها تداوم نيابة عن زوجها. قررت مرة أن أسأل الصيدلاني لماذا لا يلتزم بالقانون، ففوجئت به يقول إن أغلب الصيدليات في بعض القرى وبعض المدن يقومون بذلك أيضا. عندها قررت القيام بعمل تحقيق لمعرفة جدية هذه القضية. وبحسب إحصاءات نقابة الصيادلة فإن هناك 1070 صيدلية في الضفة الغربية، وبحسب قانون مزاولة مهنة الصيادلة فإن هذه الصيدليات لا يجوز أن يداوم فيها إلا الصيدلي الذي رخصت الصيدلية بإذنه، ومع أنه يحق له أن يعين مساعدا حاصرا على دبلوم الصيدلة، إلا أنه لا يحق لهذا المساعد أن يعمل وحده أو أن يصرف أي دواء دون وجود الصيدلي المرخص. وبحسب القانون فإن مخالفة هذه القاعدة يعاقب عليها بغرامة مالية تتراوح ما بين 250 إلى 500 دينار أردني. أما من انتحل صفة الصيدلي فيعاقب بالحبس مدة تتراوح ما بين شهر وثلاثة شهور، ويدفع غرامة مالية بين 1000 و3000 دينار أردني. على مدى 4 شهور قمنا بجولات ميدانية في مختلف المدن والقرى، مستعينين بكاميرا خفية للكشف عن خفايا ما يدور فيها، فوجدنا مخالفات كثيرة. بدأنا جولتنا في قرية بيت لقيا، حيث يداوم شاب وحده، هو مساعد صيدلي وليس الصيدلي المرخص. سألته عن دواء يسمى ديكينت، وهو خاص بمرضى الأعصاب ولا يجوز أخذه إلا بوصفة طبية، لكنه لم يعرف هذا الدواء واضطر إلى مراجعة الكتاب الخاص بأسماء الأدوية. خريج وين؟ العصرية. درس صيدلي؟ دبلوم مساعد. مساعد صيدلي. درست سنة فبديت أشعة فصل. تركتها؟ من العصرية بتعطيش 4 سنين؟ لا سنتين. سنتين مساعد صيدلي. بس يمكن انتم مش مؤهلين تقعدوا بالصيدلية 24 ساعة صح؟ بس عادي. ولا بتسأليش وزارة الصحة؟ لا اجى عدة مرات يعني هو اصلا نفس الاشي، يعني قلت له انتم صيدليتك انو مداوم هالكين. لم يعثر مساعد الصيدلية على الدواء المطلوب، ولم يكن بإمكاننا أن نتأكد من صحة قوله إنه حائز حتى على شهادة مساعد صيدلي. في صيدلية في قرية بورين وجدنا طبيبا يداوم بدلا من الصيدلاني المرخص، مع أن القانون واضح بأنه لا يجوز للأطباء صرف الدواء للمرضى. عيادة أسنان في البلد. دكتور ولا صيدلي؟ أنا طبيب عام. مش صيدلاني. مش صيدلاني. لا هاي زوجتي مش صيدلانيه. انت يعني تداوم فيها هون؟ بساعدها احيانا. بس يمكن هذا الشيء ممنوع على فكره. ممنوع؟ لانه ابن عمي يتبهدل. طيب شو بيجي يشكر؟ انا يعني اجوا من يومين قلت لهم الصيدلانيه موجوده دائما وتعال شوفوا موجود فعلا. في صيدلية أخرى في قرية خربث المصباح وجدنا أيضا طبيبا يصرف الأدوية. فكرت أنك قرأت شفية الرهام على بعضهم. إيش؟ صاحبة الصيدلية رهام. وأنت قاعد هنا. لا مش صيدلاني. مش صيدلاني. مع أن القانون يجوز لصاحب الصيدلية أن يعين صيدليا آخرا مرخصا للدوام نيابة عنه، إلا أنه لم يكن سهلا علينا أن نعرف إن كان هذا الشخص صيدليا ام لا. درس حضرتك؟ والله ذكرناها اسنان. مالكش دخل بالصيدلي كثير يعني. ذكرت ما فيش هيك اسم ذكرت
ولا تستفسر بزيادة؟ ديكينت، لأنه بنفس الاسم تكون فيه. طيب يمكن ديكينت. ديكينت، أوكي. وين تعمل ديك؟ دي بالك من الصحة على فكرة انت. دي بالك من الصحة. دي بالك كبسات. شو يسوى؟ ها؟ شو بدهم يسوى الصحة؟ مزارين بأنا محالي. وبعد أن بحث مليا عن الدواء فوجئنا به يخرج إلى الشارع ويطلب المساعدة من أحد. أعاد مرة أخرى وبصحبته شاب هو مساعد الصيدلانية المتغيبة. لم يفلح الشابان في العثور على الدواء، وتبين من كلام الشاب الثاني أنه حائز على دبلوم وهو مساعد صيدلاني من الكلية العصرية، أي أنه لا يجوز له أن يداوم بمفرده. مش صيدلي؟ آه صيدلي. مش هاي وانهم بس لا في ديكريت. خريج وين أنت؟ أنا خريج كلية العصرية. والله بدرس بكالوريوس أخرى كلية العصرية؟ لا دبلوم. دبلومي. أنت يكون مساعد صيدلي. صحيح. يمكن صاحبة الصيدلية بتعرف أكثر. يعني أنا بقعد بالصيدلية باستمرار. آه أنت تقعد باستمرار. لكن المفاجأة الأكبر كانت عندما دخلنا إلى إحدى الصيدليات في قرية ترمزعية. لم نجد مساعد صيدلاني ولا حتى طبيب، بل مراهقا يدير الصيدلية لوحده. أنت قاعد بالصيدلية؟ أنت قاعد؟ بشتغل أنا. شو بتشتغل؟ صيدلي؟ لا بس دواء بتعيش. بس لازم علمك. انكبست علي الصحة. ليش شفتك بيس؟ صارت صورتين كيابسة. والله. اتصل الطفل بصاحب الصيدلية ليسأله عن الدواء، ومكثنا بعضا من الوقت في انتظار الصيدلاني. طب افرض حدا بده يشي مستعجل، شو بتسوي؟ افرض حدا بده يشي مستعجل. لا، بيجي بسرعة. استنوا. إذا مستعجل مستعجل بجزعك. طيب إذا كان خلاك ومشيتني معنا إذا بتعطي. كان خلاك عطي. والله صح حتى أزكيها يعني. طيب اسمع. أعطيني واحد يا أكمول. وخلينا أنا أتمنى أجي برد أجي هسه وأنا راجع من الغلط بس أعطيني واحد. أكمول أه. بدا واضحا أن صاحب الصيدلية أعطى هذا الشاب تعليمات بأن لا يصرف الدواء لأحد، ولكنه اعترف أنه يصرف ما وصفها بالأدوية السهلة. مجرد وجوده في الصيدلية لوحده يعتبر مخالفة جسيمة للقانون. من حسن الحظ أننا لم نكن مرضى أو بحاجة طارئة للدواء، إذ أننا انتظرنا طويلا إلى أن جاء الصيدلي المسؤول أخيرا، والذي كان مستعدا لصرف دواء الأعصاب بدون وصفة طبية. مخالفات كثيرة، وكلما سألنا الصيدليات المخالفة عن مراقبي وزارة الصحة تلقينا ردودا تنم عن تهكم كبير. أنت مساعد صيدلي؟ نعم، بس أنا أخطئ خطأ زي هيك وتحمل الضياء مو أنا، يعني أنا مش علي مسؤولية. برضو أنت مساعد صيدلي مش بصح لك تعطي؟ لا أنا ممنوع، بما أني مش أنا الصيدلي مسؤول ما بحق أعطي يعني. وحتى ضياء ما بحق له يعطي، فيش ولا صيدلي بحق له يعطي هذا الدواء إلا يبقى مع روشيتي، أو بكرة تجيك الصحة وين راحت العلبة هاي
ممكن يحولك مجلس تأديب عشان كمان حتى الصيدلي اخو مش مساعد الصيدلي كمان حتى الصيدلي طبعا اهم مش الصيدلي هذا كيف عليك انت مساعد صيدلي معناته ايه كثير بغلبه مش شوي كثير بصراحة ولا لو في فيش عندي مشكلة انا فات عشان ابي كان اعطيتك اياه و يمكن اخو هيك انت بتتحاسب على فكرة انك مساعد صيدلي وقاعد بصيدلي لحالك لا عادي عادي صارت اليوم عادي مسموح؟ الايام هاي عادي ليش عادي؟ عادي صحة عادي صارت المساعد صدق عادي اجي علي 4-5 مرات انا ما حكوش بالمرة؟ ما بحكو انا الي قريب تبهدل لا لا انا عادي واصل واصل لا لا عارفهم عارفهم فيهم درسوني كثير مشان هيك يعني هذه الزيارات تمت في ساعات الصباح اي الساعات التي يفترض ان يقوم خلالها المراقبون بجولاتهم التفتيشية لرصد المخالفات ذهبنا إلى وزارة الصحة لكي نسمع ردها على الاتهامات بغض البصر عما يجري فيها من مخالفات وتبين من خلال اللقاء أن في وزارة الصحة 13 مفتشاً فقط وبما أن مجموع الصيدليات في الضفة الغربية هو 1070 صيدلية أي أن لكل مفتش 82 صيدلية فهل وزارة الصحة راضية عن أدائها في الرقابة؟ واجهنا الأستاذ ماجد صبحة بمشاهداتنا الميدانية والمخالفات التي رصدنا والاتهامات لبعض المراقبين بأنهم لا يبلغون عن الصيدليات المخالفة إحنا كدائرة رقابة قلت لك بنقوم في جولات مكثفة على جميع المحافظات في الوطن بالنسبة للميداني اللي موجود أنا نعم قلت لك في تجاوزات ولكن مش في التجاوزات اللي تفضلت فيها هلا إنه صيدلاني إحنا لن نسمح إنه صيدلاني يقود صيدلية أو شخص غير مؤهل وقلت لك إحنا صدفة وجديدا إنه أغلقنا صيدليات فورا في المكان لوجود الصيدلية والتتبيع الموضوع هلا إنه يوجد مساعدين قائمين قلت لك بنسمعش ممكن ولكن إحنا الميداني لا يمكن انه يكون يساعد في هذا الامر او انه الميداني يقول لك انه انا لمعرفتي في الصيدلي الفلاني انه بسمح لفلان غير مؤهل هذا الحكي مرفوض واحنا بنسمعش فيه احنا كاشفين كل شيء ومتابعين كل شيء هذا الحكي اللي بتحكيه احنا بالنسبة لنا مش متوفر عنا احنا بنضبط اي واحد لا نسمح له انه يكون غير مؤهل في داخل الصيدلية حتى مساعد الصيدلي اللي هو بيحمل شهادة نسمحلوش فكيف بدنا نسمح لواحد غير مؤهل ثم عرضنا عليه اللقاء الذي أجريناه مع مساعد الصيدلي الذي قال إنه على معرفة شخصية بالمراقبين وأن لديه واسطة تحول دون اتخاذ إجراءات بحقه أول إشي هو كمساعد صيدلي لا يجوز أن يتواجد في الصيدلية بدون الصيدلاني المسؤول بالنسبة اللي أحكى مساعد الصيدلي إذا هو مساعد صيدلي لأنا راح أتحقق من الموضوع وتأكد إنه هو مزاول وبحمل مزاولة مهنة من وزارة الصحة تطبيق القانون بحذافيره يعني أن على مساعد الصيدلي هذا أن يدفع غرامة مالية تتراوح ما بين 250 إلى 500 دينار أردني كما يحق لوزارة الصحة أن تغلق هذه الصيدليات وأن توقف الصيادلة المسؤولين عن مزاولة المهنة توجهنا إلى نقابة الصيادلة للوقوف على دورها في التعامل مع المخالفات فوجدناها لا تملك أي سلطة رقابية كما أنه لا يوجد في أنظمتها ما يجيز سحب عضوية الصيادلة المخالفين ما عندي الصفة القانونية الكاملة أني أدخل أفتش على وجود صيدلي إلا من خلال مجال التأديب أني أنا برفع شكوى زي لمجلس النقابة ومجلس النقابة يحول الصيدلي إلى مجلس التأديب لكن وزارة الصحة المفتش الميداني عنده سلطة قضائية يحق له تنفيذ فورا أتفق معك أنه العدد غير كافي من المفتشين لكن هذه هي قدرة وزارة الصحة أنا في عدة نقاشات مع وزير الصحة كنت أطالب أنه بتضعيف أعداد الصيادلي العاملين مش بس في وحدة الرقابة والتفتيش بالإضافة إلى الصيدليات التي كشفنا عنها في هذا التحقيق إلا أننا وجدنا العديد من الصيدليات التي لم يكن سهلا علينا التحقق من هوية الموظف المداوم مما يكون هذا الأمر صعب أيضا على المواطن العادي
سمعنا عن حالات كثيرة تضرر فيها المواطنون العاديون بعد أخذهم دواء دون وصفة، ولم يكن لديهم أي وسيلة للتحقق من هوية الموظف المداوم أن يكون صيدلانيا أم لا.